فكان في لعيب اسمر اسمه عابد، فضل كابتن لطيف بيليه الصغير، بيليه الصغير عابد ده كان عمل بالنسبه لفرقته عمل حاجات حلوه قوي يا. واسمه علق ما لعبش درجه اولى. كابتن شيكابالا لو كان ادار موهبته كما ينبغي، هو ممكن تقول لي اقول لك علامه من علامات الكوره المصريه فلتة في كل الاجواء، لكن هل هو وصل لافضل استثمار لموهبته؟ انا بقول لا. الكابتن المحترف اللي بيتكلم على الاحتراف وبحب اراءه جدا دلوقتي ميدو لم يستثمر موهبته كما ينبغي، وهو نفسه يشعر ان لو عاد به الزمن بالخبرات اللي خدها مش هيشتغل هيوصل لمنطقه. مش ممكن واحد يبقى ابتدي اقوى من دروجبا ودروجبا يعديه بكتير، هو اقوى من دروجبا لانه عنده نفس البنيه على اسرع بقى. بس انك انت تكتفي بما تحصل عليه هو ده اللي بيوقف. بمناسبه مسؤوليه الاعلام ودوره في احتضان المواهب ورعايتها بهدوء شويه بدون تكثيف، اتمنى ان ده يكون موجود، لانه الطبيب مش النفسي، الطبيب السلوكي الذي يمهد للاعب لخطواته المقبله.